السلام عليكم، يسعد مساكم ورمضان كريم علينا وعليكم، واسفين على التأخير. وإن شاء الله ينعاد عليكم كل خير وصحة يا رب. طبعا اليوم 4 أبريل، 4 نيسان، 4 شهر الرابع. اليوم تقريبا اللي صار الساعة 1 الظهر. من 2 3 أيام كان عندنا الجو بارد جدا، بارد بارد. الحمد لله اليوم ارتفعت درجات الحرارة، بس الارتفاع والبرودة مفاجئ للطيور، شوي مفاجئ. تغيير الطقس هيك مفاجئ، مو كويس، هو لو تدريجي أحسن. الحمد لله على كل حال، كله من الله، أيام أحلى. طبعا اليوم حطينا له شوية خس، شوية تفاح، شوية تين، وعندي هالجوزين كانوا تحت. طبعا أيام الهزة كله كان فاتو بهرار ريش الجناح، وهلا رح نرجع، خاف ليهروا مرة تاني ويكبوا الجناح. رح اطلقهم هون بالسلاكة. طبعا هدول كلها قديمين، اناتي قديمة، اناتي كلها قديمة. طبعا ضفنا شوية شجر للمكان، شجر اخضر، و كمان شجر يابس للتكبيس للطيور، كان عندي قليل لانه هاي الطيرة، هاي الطيرة، هذا الطير مو لحية، هو كاملين نقط، والطيرة كمان لها نقط، يعني طفرات. هدول حلوين. طبعا الشباب مرة تانية احكيكم على الفيتامينات، هدول طريقة استعمالهم، الثيرتي والماي. بس الشباب اللي عنده هلا اذا حب يستعمل لا يستعمل، بس اذا حب، اذا يعني مضطر انه يستعمل هالفيتامين، حب يستعمله هلا بهالوقت بهالجو، يقلل الكمية. يعني هو مفروض عليه، مكتوب عليه، يعني هن المكتوب عليه كل غرام واحد المعلقة الجوات الفيتامين على ربع لتر، فيخلي المعلقة هاي على لتر أو لترين، يعني كتر المي عليها. السبب شباب عشان الطير لا يفوت بها الريش، لأنه هالفيتامينات هاي يا شباب إلا وقت معين تنتعطى مع بعض وشكل متكامل، يعني والله مو واحد يعطي واحد ويترك الثاني، لا. فالفيتامينات هاي تنعطى بشكل مباشر مع بعض، يعني الثلاثة، يعني مو اعطي والله فيتامين واترك الفيتامين الثاني تبع جهوزية الطير والطيرة تدخل مرحلة، لا. هذول كلهم مربطين مع بعض، يعني كل الفيتامين مربط مع فيتامين ثاني، مرتبط مع فيتامين ثاني، كل فيتامين مرتبط مع فيتامين الثاني. يعني والله اعطيهم فيتامينات ومعادن اتركهم، ما يصير. يعني ثلاثتهم مرتبطين مع بعض. ان شاء الله احكي فيهم في فيديو الثاني. اليوم بدي اطلق هدول الحساسين، طبعا ان شاء الله نطلقهم هون ونشوف وضعهم، ان شاء الله يزبطوا هون اكثر، لانه تحت خلص الطير خاف وكفل جناحه، وانا تحت يعني ما اظن راح يبيضوا بالبيت، يعني بالقفص تحت صعب انه البيض بقى بعد هالهزات، لانه من 4 أيام 5 أيام كمان صارت عندنا هزه. كمان عندي جوز ثاني هلا ما احسن تطالعه، كابب الريش، كابب الجناح، داخل مرحله غيار، يعني سبب الهزه كمان. طبعا هدول راح اطلقهم هلا. عندي هالفحل جبناه، عندي طيره قديمه، بس الفحل هذا جبناه مع احد الاصدقاء، اخذناه والله، بس عنده خوف شوي مع انه حسه قديم بالقفص، ما شاء الله عليه الوانه حلوه غامقه. هاي الطيره كمان ما شاء الله حلوين، الجوز حلوين. طبعا راح اطلقهم هلا. بسم الله، انا راح بمسك الحصون اطلق، خليه يطلع لحاله. يلا روح، بيخاف. راح واحد، راحت الطيره، راح الفحل، ما شاء الله. بس الفحل ما بعرف شنو عم بيطير. الفحل الطيرة طلعت لفوق، طبعا الطيرة هاي هي، لأنه مستغربة من المكان. بس الفحل كأنه في معاه صرع أو دوران، أول ما دار صار يدور، ما بقى يطير، يعني يدور حول نفسه ويطلع لفوق. هذا هو الفحل، هذا هو، إذا بين عليكم ولا لا، هذا هو تحت، بس ما عم يقدر يرتفع
هذا ما بعرف مرض او ما بعرف وراثة بالطير، ايام يجي مرض ايام يجي وراثة، يجي الطير ما هذاك هو لحاله اخذ لحاله موضوع، طبعا حساس هنا فاتت، حطيت له مي للاستحمام فاتت تتحمم. خليني اطلق الجوز الثاني اللي هذا كمان، هدول يعني هدول مميزات شوي، يعني فيهم طفرات، يعني فيهم نقط على الدقن، فيهم نقط على تحت الدقن، نقط كبيرة ونقط صغيرة الطيرة والفحل. إن شاء الله أخاف، يعني أنا أخاف من هزة تانية أو شيء يفوتوا غيار ريش. هذا الطير كثير هادي يعني ما بيخاف أبدا، هاي زي يطلع كويس. طلع والله الطير، طلعت الطيرة كمان، بس ما تحصن الطير لأنه صار لها هاي سنتين بالقفص، هاي هي بالأرض صار لها أكثر من سنتين بالقفص عندي جديد، عام الماضي جهزت والسنة هاي هي الطيرة. طبعا سبب اطلاقي لهون لانه بسبب الهزات اللي عم تجي ارتداديه، فعم نخاف. ما شاء الله فاتوا الحمام الكل عم يتحمم، الطيره تحت لسه خايفه، طارت طلعت جنب المي. بس لا ان شاء الله تطلع لفوق لا تصير مي، لانه اذا صارت مي ما راح تقدر تطير. ما بعرف ايش، كانه كاب الجناح من الخوف كمان او شيء، صار طيرانه ضعيف. ما شاء الله عندي هالطيره بس تتحمم ما تحسن تطير من كثر تعمل حالها مي. شباب الاستحمام هلا ضروري يعني، بس انا كمان صار كم يوم ما حط، اول امبارح حطيت لهم واليوم لاني كنت حاطط شوي ادويه مع المي كرمال يشربوها، فهلا شلت الادويه ما في، راح اضل بشكل يومي حايف في المي للاستحمام. ما شاء الله خلي يتحمم المي كويسه، هلا الجو ارتفعت درجات الحراره. شبابي هالفتره قدم الخضرة، قدم شو ما بدك تقدم، قدم للحصول لا تخاف، شو ما بدك تحط حط يعني ما في أي مشكلة. الحمد لله الأوضاع كويسة، حطينا العشاش، حطينا مواد التعشيش، بلشوا يلعبوا بالقطن وبالصوف بالخيطان، فالحمد لله الوضع كويس. الطيور عم تسحب القطن عم تكبه، بس إذا ضلت هيك كويس كمان إن شاء الله الوضع الثاني فترة ثانية يصير أحسن. هذا بتحمم دقيقة تحسب تطير الطيرة. وأتمنى التوفيق للجميع يا شباب. الفيديو الثاني راح أحكي عن الفيتامينات هدول بشكل مفصل، يعني الثلاثة هدول الثلاثة يا شباب مكملين لبعض، يعني مو أعطي فيتامين تجهيز الطير وأترك فيتامين فيتامينات مغذية للطير، ثلاثة مكملين لبعض. واللي عنده فيتامين من هالفيتامينات هذا بلجيكي طبعا وحابب يحط للطيور فقلل الكمية، باعتبار نحن الطقس عنا والجو عنا حار، يعني مو مثل الطقس والجو بأوروبا، هونيك عندهم درجات الحرارة يعني 20 15، يعني الجو ضل بارد، عنا تطلع فوق 30 40. فهلا الربيع تبعنا شوب. واتمنى التوفيق للجميع يا شباب، ولا تنسونا باللايكات والتعليقات، واي استفسار اكتبوا لنا اياه بالتعليقات، وان شاء الله نرجعكم فيديو ثاني قريب يومين ثلاثه ان شاء الله، ونحكي عن الفيتامين هذا. واتمنى التوفيق للجميع يا رب. السلام عليكم.